طلبت جريد تاني. النهارده ناخد الكنايه كده، يبقى مع هذا تمام. الكنايه هو تعبير حقيقي يراد به لازم معناه، تعبير حقيقي يراد به لازم معناه، يعني كلام طبيعي خالص. بس انا مش قصدي، انا قصدي الكلام اللي وراه. عندي انواع الكنايه، كنايه عن صفه لازم يكون شيء معنوي، كنايه عن صفه لازم يكون شيء معنوي، كنايه عن صفه لازم يكون شيء معنوي، كنايه عن موصوف لازم يكون شيء مادي، لازم يكون شيء مادي. كنايه عن نسبه، انا بجيب جزء معنوي والزق فيه جزء تمام جزء مادي، بلزق فيه الجزء المعنوي، يعني جزء معنوي جزء مادي ملزوق فيه جزء معنوي. الامثله هتظهر الكلام بتاعي. لما اقول يمشي المصري شامخ الامر، كلام طبيعي خالص مش كلام خيالي. لما يجي لك صوره خياليه عندك حاجتين، اما تشبيه مستعار، لكن ده كلام طبيعي. يمشي شامخ الامر يعني رفع راسه، ده كلام طبيعي خالص. انا ما اقصدش شامخ الامر، انا اقصد العزه والكرامه. لما اقول لو نرى اذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ممكن فعلا يكون ناكس الرأس، ولكن ده مش مقصود. المقصود الذل والمهانه، الذل والمهانه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قصير. فكلمة مسودا بالفعل ممكن وشه يتغير من الزعل، بس مش وشه قصد كده، هو قاصد الحزن، قاصد الحزن. بقى كده بقول إنما السالم من ألجم فهو بالإجابة، المقصود به الصبر. لو بصينا الكلام كله قلنا ده كده صفات معنوية، صفات معنوية. تمام؟ نخش كمان كناية عن صفة، كناية عن صفة، ده كله شيء معنوي. فلان ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود، أو يلبس نظارة سوداء، كناية عن التشاؤم. صديقي بابوه مفتوح، كناية عن الكرم. بقول لك مثلا عكرمة جمال الكلب، كناية عن الكرم. تمام؟ نيجي بقى كده تمام نخش على الموصوف. لما أقول لغة الضاد، لغة الضاد هي اللغة العربية، أنا قلت كلام طبيعي بس مش قصدي كلمة الضاد، أنا قصدي اللغة العربية. لما أقول الذهب الأسود عماد الصناعة، كناية عن موصوف اللي هو البترول. لما أقول نصور الجو، أول ما أقول لك نصور الجو دمروا العدو، تعرف القوات الجوية أو الطيارين. أبناء النيل أخلاقهم طيبة، كناية عن المصريين. لما أقول كنانة الله أو أرض الكنانة، كناية عن مصر. لما أقول كوكب الشرق، كناية عن الكلسون. لما أقول الهضبة، كناية عن عمرو دياب. فكناية عن إيه؟ كناية عن الوصول. تعال نخش كناية عن نسبة. بقول العفة تحت ثياب أمي، أنا جبت العفة شيء معنوي، ما لزقتوش لوالدتي كلها الثياب بتاعتها بس، فبقول العفة شيء معنوي لجزء من أم اللي هو الثياب. أو الألماس يمشي في ركاب، ركاب الحديدة بتاعت الخيل اللي بدوس عليها، فالمد في الركاب مش في الحصان كله. لما اقول الخيل معقود، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه، فانا جبت الخير للنواصي. لما اقول السعد في يدي، يبقى السعد ليدين، خلاص؟ لما الجود الجود بين ثيابه، يبقى كده جبت النسبه تمام، نسبه الجود الى الثياب معناه الى شيء مادي. سر جمال، سر جمال الكناية، الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم وإقناع واقتناع.